مثلت لحظة نهاية حرب أونيغاشيما وسقوط كادو والبيغ مام نقطة تحول جذري في العالم والعالم الجديد. فالآن أصبح يعني العالم مضطربا لدرجة كبيرة جدا. فبعد أن تحرك الجيتشيبوكاي إضافة إلى الحكومة العالمية، حتى الجيش الثوري من جهته قد تحرك، حتى الأخطر والأعظم أخطر قرصان في العالم حاليا والذي هو اللحية السوداء قد دخل في سباق الون بيس. بعد أن كان يجلس فقط ويراقب، قد قرر التحرك هو الآخر للحصول على برنجلي في الطريق والحصول على بودينج. قد حصل على بودينج وها هو الآن قد دخل في صدام مع أبرز السوبر نوفا والذي يعتبر ترافالغار وترلو. كيف ستكون نهاية هذا القتال الذي ستكون عاقبتها كبيرة للغاية؟ هذا الشيء ستعرف عليه في هذا المقطع، وسنتعرف على كثير من الأمور التحليلية حول طاقم الأحياء السوداء وطاقم ويجي وراء والكثير من الأمور. وبحالك لم تشترك بعد، اشترك فعل جرس النهاية، تنشر المقطع استقيك وليتس جو في هذه الحلقة الأسطورية. طيب يا جماعة، بالكلام حول أخطر طاقم قراصنة حاليا في ون بيس، يمكن أن نقول أنه لا يوجد اثنان منه. فسنتكلم تحديدا على طاقم البلاك بيرد أو اللحية السوداء الذي منذ آرك المارينفورد كان يتحرك بذكاء تام للغاية. اللحية السوداء الذي ظل في الظلال يتربص ويترقب أقوى فواكه الشيطان لكي يضمها إلى طاقمه. قام بهذا الأمر، حصل معظم أعضاء طاقمه على فواكه الشيطان إن لم يكونوا كلهم. كل واحد منهم يمتلك فكرة شيطان قوية للغاية، وكل واحد منهم يمتلك فكرة شيطان مناسبة لقدراته البدنية. وبهذا الأمر يا جماعة، قد أصبح طاقم اللحية السوداء أحد أقوى الطواقم، وبذلك قد قرر تيتشي أن ينتقل إلى الخطوة القادمة. بما أنه الآن ليس لديه أي بونغليف طريق، فقد قرر مباشرة الذهاب لصيد كبير للغاية. الحصول على غنيمة كبيرة للغاية كان هدف تيتشي، فقد استهدف السوبر نوفا الذين قد خرجوا من وانو، وقد كان في طريقه ترافالغار دي واترلو. ترافالغار لو يا جماعة أبرز المتفائلين، لم يكن يظن أبدا أنه سيكون وجها لوجه مع ذلك السفاح تيتشي، ويكون يعني طاقمه الضعيف للغاية في قتال ضد أقوى طاقم قراصنة حاليا. فهذا الشيء يا جماعة غير موصف بتاتا، فكما نعلم أن لو بامتلاكه لتلك الفاكهة القوية جدا، فيعتبر من بين أقوى السوبر نوفا، وقد قرر أيضا أن يدخل في قتال ضد اللحية السوداء، فلم يقرر الهرب، قد قرر القتال وجها لوجه. شاهدنا بداية القتال الأسطوري، فقد شاهدنا أن طاقم لو يا جماعة ضعيف للغاية، ولو كان الشخص الوحيد الذي كان يقاتل بصورة رائعة للغاية، فقد تسبب بالكثير من الأضرار للحياة السوداء. وهذا ما حصل سابقا مع البيغ مام في نفس الهجوم، قد تكرر مرتين، وذلك الهجوم قد أثر كثيرا على الحياة السوداء، ولكن لن يكون أبدا ذلك كفيلا بأن يقوم بإسقاط الحياة السوداء. وبهذا الأمر يا جماعة، قد شاهدنا أن الكاتب منذ فصول عديدة قد سحب على ذلك القتال، ولكن أظن أن النهاية
قد حصلت بالفعل، والجميع يعلم أن لو سيسقط في هذا القتال ومن الممكن أن شادو يموت. فهناك كثير نظريات يا جماعة، وهناك نظرية تقول أن الأحد السوداء سيقوم بقتل ترافالغار دي واترلو ويحصل على فاكهته التي تعتبر نادرة للغاية، وهناك أيضا من يقول أنه سيحدث هناك تدخل خارجي. تدخل خارجي من الشخص القادر حاليا على إنقاذ لو من خطر الحي السوداء، وما هو الطاقم الوحيد الذي يمكنه الآن مجابهة طاقم الحياة السوداء؟ هناك طاقمين لا أحد سواهما، هناك طاقم موجيوار الذي يعتبر أحد أقوى الطواقم، طاقم بارز في العالم الجديد، طاقم اليونكو الجديد، طاقم إله الشمس نيكا، ولدينا أيضا المرشح الأبرز لذلك وهو طاقم الشعر الأحمر شانكس الذي قد تحرك هو الآخر وشاهدناه في أراضي وانو. يعني يمكن أقول أنه قريب للغاية من مكان وجود الصدام. بما أن طاقم جوارا موجودين الآن في جزيرة إجهيد، فمن المستحيل أن نشهد ذلك الطاقم يتدخل. إذن يمكن أن نرى شانكس يدخل في قتال ضد تيتشي. شانكس وتيتشي الشخصان اللذان يبغضان بعضهما، واللذان قد دخلا في قتال سابقا. يعني شانكس قد تسبب بإسقاط أسنان تيتش، وتيتش تسبب بتلك العلامة والخدش على عين شانكس. هذا الشيء يا جماعة الذي يؤكد أن الاثنان يمكن أن يلتقيا، وهذا الأمر قريب للغاية بظهور طاقم شانكس وظهور الكثير من الأمور حول طاقم شانكس في الفيلم الجديد والذي هو فيلم بيس ريد. فأظن يا جماعة أن الكاتب سيظهر شانكس بنسبة كبيرة للغاية، ونشهده يدخل في قتال، فسنشهد أقوى مستخدم للهاكي ضد أقوى مستخدم لفاكهة الشيطان. هذا الشيء الذي يجسد لنا قتال أسطوري للغاية، ومن خلال ذلك يمكن أن نرى أحد الطاقمين يسقط، أو من الجهة الأخرى يمكن أن نرى تيتش يهرب كعادته. تيتش عندما يرى أنه غير قادر على مجابهة أحد الطواقم القوية فكل ما يفعله هو الهرب، ولكن في هذه اللحظة يا جماعة أظن أن هذا الأمر مستحيل، لأن تيتشي قد عقد العزم أنه سيحصل على بونيغليف ترافالغار دي واترلو، وهما بونيغليف كولمينزو إضافة إلى بونيغليف وانو، وبذلك الأمر سيتبقى له بونيغليفين اثنان لكي يتم الرحال ويشد الرحال إلى جزيرة الكنوز وهي جزيرة لافتيل. وهناك يا جماعة أظن أن القتال الأخير الذي سيجري بين تيتشي إضافة إلى لوفي سيكون في جزيرة الكنوز. هناك سيلتقي الطاقمين، هناك سيكون القتال الأخير حول وان بيس، أين سيكتشف الاثنان الماضي الغابر وسيكتشفون كل شيء حول حكومة العالم إيموسما وكل ما تخفيه الحكومة العالمية لحد الآن. هناك سنرى قتال باشتباك الطاقمين، بما أنه الآن كلا الطاقمين يمتلكان 10 أعضاء، القائدان إضافة إلى 9 ضباط، فيمكن أن نستنتج الخصوم المتوقعين للأعضاء. فمثلا بارجيس الذي يمتلك فاكهة قوة والذي يشبه مصارع، فخصمه الأنسب سيكون فرانكي. فرانكي الذي يحب المصارعة والذي يشبه كثيرا بارجيس في البنية الجسدية، فذلك سيكون قتال رائع جدا، خصوصا أن بارجيس حاليا قد اكتشف فاكهة شيطان تمكنه من أن يحمل الجبال. يعني الآن سنشهد قتال السيبورغ ضد المصارع الأقوى، ذلك سيكون أسطوري، إضافة أيضا إلى أوسوب وفان أوغر، قتال القناصين، يعني القناص الأسطوري لطاقم الإحياء السوداء والذي يضع تيتشي أمير كبير جدا حوله. في شهدنا يا جماعة أن فان أوغر قد ذهب مع أوكيجي للحصول على يعني ابنة البيج مام، وهذا الشيء الذي يؤكد أنه يضع ثقة عمياء فيه، فقد أرسله إلى إقليم البيج مام دون أي مخاوف. شخص قناص بالفطرة يمتلك فاكهة شيطان قوية للغاية، فاكهة الانتقال الأني التي تمكنه من الانتقال إلى أي مكان ويعلم أماكن الجميع. إضافة إلى ذلك أيضا يا جماعة، فقد شاهدنا تلميح كبير جدا في الفصل 222 تحديدا في أرك جايا، أنه قد حصل يعني هناك اصطدام غير إرادي بين الاثنان عندما قرر يعني فان أوغر أن يصطاد ذلك النورس في السماء. كل هذا يؤكد أن الاثنان سيلتقيان ويتقتلان، وبذلك سنشهد أن أوسوب يا جماعة سيكون في مأزق وورطة كبيرة جدا يا جماعة، لأن أوسوب يعتبر شخص خواف، شخص لا يمتلك أي يعني كما تسمى لا يمتلك أي
صبر فهو يخاف دائما، بعكس تماما ما هو الحال مع فانوغر الذي يعتبر شخصية صارمة للغاية، شخصية باردة للغاية، لا يخاف أبدا. وديفون إضافة إلى نامي، ديفون التي تعتبر يعني قاتلة بدماء باردة، سجنت في الإمبل داون، أخطر امرأة في ذلك السجن، وبامتلاكها أيضا لفاكهة إنو إنو نومي من نوع الكيوبي، هذا يعطي لها أشكال مختلفة تماما، وهذا الشيء رهيب للغاية. كما أن ديفون قد دخلت إلى السجن لأنها تقوم بقتل النساء الجميلات، ومن هي أجمل من نامي لكي تكون فارس ديفون؟ فنامي تمتلك قدرتها على تغيير الطقس، فهذا سيجعل لنا نشاهد قتال أسطوري بين الفتتان اللتان ستدخلان في قتال أسطوري. إضافة إلى ذلك أيضا تشوبر ودوكي كيو، دوكي كيو الشخص الذي يمتلك فاكهة المرض، مريض منذ ميلاده، شخص يعني عندما رأاه اشمئز الصراحة يا جماعة، فهو يعني أساس كل الأمراض حاليا في العالم، الشخص الذي قد تمكن حتى من تغيير جنس لو، وذلك باستعمال فاكهة المرض الخاصة به وباستعمال البكتيريا، فهذا الشخص يا جماعة يعتبر فيروس بحد ذاته، يمكن نقول أنه أخطر من فيروس كورونا حرفيا يا جماعة. وبهذا الأمر سنرى الطبيب تشوبر الذي يضع في عاتقه عليه أن يتخلص من جميع الأمراض في العالم، فهو يجب عليه أن يتخلص من بؤرة الأمراض والشخص الذي يتسبب بالأمراض، وهو نفسه دوك كيو. إذن يا جماعة يمكن نقول أن تشوبر عليه أن يتخلص من دوك كيو إن كان يريد أن يحقق رغباته. سانجي ضد لافيتو، لافيتو الذي يعتبر يعني شبيه بالملاك في طاقم اللحية السوداء، يمتلك جناحين وساقات طويلتان جدا ويحلق في السماء، فهو الخصم المناسب لسانجي الذي يستعمل يعني قدرات السيبي زيرو التي تعتبر قوية للغاية، فيمكنه الطيران في السماء سريع للغاية، خصوصا أن جسده قد أصبح أقوى بعد أن تحركت خلايا الجرمة الموجودة داخل جسده. ولدينا أيضا شيريو المطر ضد زورو، شيريو المطر الأقوى حرفيا في طاقم الكروهجي حاليا، يعني سياف من طينة الكبار، سياف بارد للغاية، يقتل بدماء باردة، وهذا ما تأكد خلال آرك الإمبل داون، وحاليا قد حصل على فاكهة شيطان قوية للغاية، فاكهة التخفي، وهذا ما سيجعل القتال صعب جدا بالنسبة لزورو الذي يمكن أن نرى في أي لحظة يعني يقوم شيريو بإصابة عين زورو الأخرى، وبذلك سيصبح زورو أعمى حرفيا ويكون مضطر للقتال باستعمال هاك التنبؤ فقط كما يفعل فوجيتورا من البحرية. هذا الشيء ما سيجعل لنا نشاهد زورو يتقن الملكي ويتقن أيضا التنبؤ لأقصى الدرجات قبل أن يظهر تحوله الكبير بفتح عينه اليسرى، ذلك الشيء سيكون أفخم شيء يحصل في القتال يا جماعة. زور هناك سيصل إلى أعلى المستويات حتى أنه سيتخلص من ميهوك، يعني سيكون هو الحاكم الجديد والملك الجديد للسيفين في العالم. وأيضا يا جماعة لدينا كثير من القتالات، يعني مثلا روبين إضافة إلى بيزارو، وأيضا لدينا جيمبي إضافة إلى ذلك العملاق، والكثير من القتالات لا يمكن الكلام حولها كثيرا، فسأضع فيديو آخر أشرح القدرات وأشرح يعني كيف ستكون القتالات. أما الآن بحالك لم تشترك فاشترك، فعل جرس التنبيهات وانشر المقطع استقايك، وبهذا وصلنا نهاية المقطع، إلى اللقاء.